انا هعمل بطاطس بالايه اللي هي بالاعشاب بالتوابل، سهله خالص خالص ولذيذه. بقطع بطاطس دي بقى يعني بدل المحمره، يعني على طول بقى محمره جنبها، يعني ده الحافظين. فايه لا مش هعمل محمره، هعملها مشويه في الفرن. بالتوابل جامده جدا، يعني دي ايه احنا بنعملها طبعا جنب مشويات برضو جنب اي حاجه، بس النهارده جنب الرنجه بدل البطاطس المحمره، بتسند وحلوه قوي وما تخليش بقى ايه بقى كل الاكل رنجه ويبقى يحمي عليكي، لا ده حلو قوي. قطعها كده تخينه شويه كده ماشي، وانا بقطعها برضو بديها ايه سمك. بسم الله بسم الله اهي كده حلو ماشي. عايز تعمليها مكعبات تعمليها مكعبات عادي، بس هي كده لطيفه يعني فخيمه. وهيشوي بدل محمر، النشا بتاعها ايه بيلزق. طب بتعملي الكميه ان شاء الله تعملي بصايه واحده، يعملي الكميه اللي هتتاكل، شوفي كام فرد هياكل، تعملي الكميه على قد انت طبعا بتبقي عارفه هيخلص قد ايه ما يخلصش قد ايه، لا عايزين اكتر لا عايزين اقل، اللي يريحك. انا عندي عزومه رنجه هنا. بسم الله بسم الله تمام. اجيب بوله كبيره احط فيها بقى ايه البطاطس. انا بحب اكمل لكم الاكله تبقى كامله على بعضها كده، وبعدين ملح فلفل توم باودر بصل باودر بابريكا شطه كمون زعتر زيت، ادي كده فلفل اسود ملح زعتر كمون شويه شطه. طبعا الحاجات دي كلها اختياري، تشيلي حاجة تحطي حاجة زي ما انت عايزة. شوية بابريكا توم وبصل باودر، مش عايزة بلاش اللي انت عايزاه، هي اساسها بس يعني الملح والفلفل والزعتر والكمون، وانت بقى اي بهارات تانية عايزة تكمليها كمليها. وشوية زيت او زيت زيتون او زيت عادي الموجود، ونقلب بقى كله يبقى متغطي بالتوابل والزيت. ربع كوبايه زيت هتغرقها لك، والفرن يكون حامي جدا. اوب اوعى اوعى، ونفرد على صينيه. جميلة جدا جنب الرنجة، حلوة حلاوة مش طبيعية بقى، دايما بننساها الوصفة دي، انا حبيت افكركم بيها النهاردة. نحاول ما ايه ما نخليش حاجة فوق حاجة، نحاول نرسم كلهم جنب بعض كده عشان ياخدوا ايه وش واحد. بس ودخلها الفرن بقى تمام، بس كده.